انتو ما تضايقوا من الدخان؟ وديش دريك؟ روح يا بابا، انت بعدك صغير، ما تخاف يجيك سرطان وتموت. الاعمار بيد الله، ايش يدريك؟ يمكن دحين تموت في حادث. شو ابو خالد بطل الدخان وبرضه مات. انا نفسي اعرف بس انتو ايش يعجبكم في التنفيخ؟ هذه حق الكبار، تعدل الدماغ تروق المزاج. انا خلاص تعودت عليها، ما اقدر ابطلها. يلا خد جرب شفطة، خليك رجال. ايش ما تعرف؟ خايف تموت؟ مو ابوك واخوك اصلا يدخنوا؟ خذ خذ، لا تخاف ما حتموت. الصغار سهل ينضحك عليهم. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.